تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واعرب سموه في الاتصال الهاتفي عن صادق تعزيه وخالص مواساته لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في وفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله. سائلا المولى عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم جلالته الصبر والسلوان وعبر جلاله العاهل المفدى عن شكره وتقديره لسموه على صادق مشاعره المعزيه والمواسيه في الفقيد الراحل رحمه الله